الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم المستمعين لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. صحة دكتورة. دكتورة ندى صبحت الله بالخير. صباح النور والسرور، صباح الأحد اللي حبك الأحد أول يوم في الأسبوع، وبراد الجو شوي في غبار نتفة بس جو بارد أول يوم في الأسبوع، ندخل بروح إيجابية. لا حد يقول ما حب الأحد، كلكم تدوب ابتسامة شيء عشان الأحد يمر عليكم بشكل جميل وباقي الأسبوع يمر عليكم بشكل جميل. بس أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. فهذه قنواتنا مثل ما قال محمود عشان تطرشونا أي شكوى أي ملاحظة شكر، عندكم اقتراح تحسوا ممكن يساعد في تطوير القطاع الصحي، وترى مو لازم يكون اقتراح وايد كبير، ممكن تكون ملاحظة بسيطة لو تطبقت بتأثر فعليا في الخدمات المقدمة في هيئة الصحة بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فلا تترددون وتواصلوا معنا. إذن أيضا بعد نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق الأخت نجاة سويدي، والله أظني أول مرة ولا ثاني مرة نجات معانا، ثاني مرة ما شاء الله، إن شاء الله دائما تكونين معانا. وأيضا معنا في الإخراج من زمان والله عنك عيسى سبيل منور. واليوم عندنا بعد في الاستوديو زميلة جديدة انضمت لنا في هيئة الصحة بدبي الأخت منى الشامسي، صبحت الله بالخير. وأيضا يعني الدكتورة بما أن أنت تحدثتي عن التغيرات وتقلبات الجو، في بعض الأشياء تبغين تقولينها حق اللي يعانون من بعض الأمراض التنفسية، شو المفروض أن يسوون في هذه الفترة؟ ممتاز. طبعا الحين في هالجو تجمع شيئين، الهواء البارد والغبار. طبعا هذا الجو يعتبر انذار ناقوس خطر للناس اللي عندهم حساسية في الصدر او الربو، لازم ننتبه من شيئين. اول شيء الغبار، طبعا نحاول ما نفتح الدرايش والابواب ونقلل فتح الابواب اصلا عشان ما يدخل الغبار داخل البيت. وضروري جدا اذا انتم تعانون من حساسية شديدة او ربو شديد حاولوا تلبسون كمام في بعض المناطق اللي يكثر فيها الغبار. بالنسبة للهواء البارد، بعض مرضى الربو ما ينتبهون ان الهواء البارد بنفسه ممكن يثير نوبة الربو. لما نستنشق الهواء البارد فجأة، يعني لما ننتقل من مكان دافي داخل المنزل لمكان حار، حتى من داخل السيارة من مكان دافي لمكان بارد، مثلا من داخل المنزل للخارج أو من السيارة للخارج، ضربة الهواء البارد هذه ممكن تسبب نوبة ربو. حتى لمارسون رياضة في هذا الجو في الخارج لازم نغطي الأنف والفم بكمامة عشان نقلل دخول الهواء البارد المفاجئ للجهاز التنفسي، وبالتالي ما يسبب لنا نوبة ربو. طيب دراستنا اليوم تقول كشف العلماء عن أفضل الزيوت المستخدمة في طعام الإنسان وأكثرها فائدة لصحته، وقام الباحثون من جامعة كامبرج بتجربة علمية شارك فيها 94 متطوع من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عام، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى تناولت الزبدة بنسبة 50 جرام كل يوم على مدى 4 أسابيع، المجموعة الثانية تناولت زيت الزيتون بنفس الكمية لمدة 4 أسابيع كذلك، المجموعة الثالثة ولمدة زمنية مماثلة تناولت زيت جوز الهند بنفس الكمية. التجربة تقول أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار اللي هو البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم بنسبة وصلت إلى 10% لدى متطوعي المجموعة الأولى اللي هم شو دكتورة؟ استخدموا الزبدة. الزبدة. وبينت تحاليل المجموعة الثانية التي تناولت زيت الزيتون انخفاضا طفيفا في مستوى الكوليسترول السيء وارتفاعا بنسبة 5
5% في الكوليسترول النافع اللي هو بروتين دهني مرتفع الكثافة. وكانت أفضل النتائج لدى متطوعي المجموعة الثالثة الذين تناولوا زيت جوز الهند، إذ سجلت تحاليل الدم لديهم انخفاضا ملحوظا للكوليسترول الضار وارتفاعا في الكوليسترول النافع بنسبة 15%. المهم الباحثون خلصوا إلى أن تناول 50 جرام من زيت جوز الهند يوميا ولمدة 4 أسابيع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. النارين دكتورة في وايد فوائد له. صحيح، بس للأسف إحنا ما نستهلك وايد يعني. غالي. والله العظيم يعني أنا يعني يوميا لازم أخذ لي نارين أشربها. نارين الكامل تشربها. كم بعشر؟ ما بقول كم الحين، بس انها اغلى من الاشياء الثانيه يعني شويه كذا يعني طشونه كذا الواحد يشربها لكن غاليه. المهم نتكلم عن الدراسه. يعني صراحه ما في ضرائب الحين على النارين بعد. انزين قولي. فطبعا الناس دائما كان عندها اعتبار ان زيت الزيتون اكثر صحه، يعني لو استخدم زيت الزيتون معناه صحي اكثر، بس شوف الدراسه تقول ان زيت الزيتون ياتي في المرتبه الثانيه بعد زيت جوز الهند. احتمال احنا شعب ما يستخدم زيت جوز الهند كثير في الطبخ، اكثر منتشر في جنوب شرق اسيا، هذيك البلاد يستعملوا وايد زيت جوز الهند، لان محمود يعطي ترى طعم مميز في كل مكان أكل. موجود مثل اللوز عندنا وموجود ترى يعني زيت جوز الهند الحين ما شاء الله، لو تلاقي الجمعيات متروس زيت جوز الهند بمختلف الاشكال الموجوده. فنجرب نستخدم نبدل زيت جوز الهند، بس استخدمه في البدايه بكميه بسيطه لان يعطي طعم شوي في الاكل، فاذا احنا مو متعودين عليه نحس ممكن مرات ما نتقبله. بس طبعا ارد واشدد، مو معناته بوفيه مفتوح يعني احط على من الزيت كثر ما انا اباه، لا لا لا، لازم يكون بمقدار محدد. حتى زيت الزيتون على السلطه، الناس يفتكرون زيت الزيتون على السلطه معناه ان انا ارش بغير حساب عشان ينزل لي الكوليسترول الضار، لا، لازم ملعقه اظن الى ملعقتين زيت زيتون على السلطه عشان استفيد منه وما يرفع الكوليسترول الضار. طيب هنا في سؤال يقول انا استعمل زيت الكانولا خاصه في المطبخ لان لا ينصح باستعمال زيت الزيتون بحرارة عالية. صح، زيت يعني في حالة القلي دائما احنا نقول زيت الزيتون عنده شو هالكانولا؟ انا ما اعرف شو زيت الكانولا، هو من الزيوت الصحية الموجودة. اوكي، هو زيت جدا مفيد، بس هم هني ما قارنوا زيت الكانولا، قارنوا والزبدة. الكوكيز مالك شو الزيت مستخدمه فيه؟ زبدة. زبدة. زين كملي. يعني مثل اللي كوكيز لا، هذا اقل من الموصى بها. زيت الكانولا طبعا هو الاكثر صحيا يعني، ولكن هالدراسه قارنت بين الزبده، زيت الزيتون وزيت جوز اللي طبعا الكانولا جدا جدا صحي، ولكن مره اخرى ما نزيد الكميه. طبعا هالنقص في الكوليسترول السيء اللي يسمونه LDL او بروتين منخفض الكثافه، وزياده الكوليسترول المفيد اللي هو HDL او بروتين عالي الكثافه، هذا ما ياتي فقط باستخدام الزيت. يعني الناس تتوقع ان لما استخدم هذا زيت جوز الهند معناه ان اترك الرياضه وما احاسب باكلي والتزم فقط بزيت جوز الهند. الرياضه عامل اساسي جدا في تخفيض الكوليسترول، خصوصا الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء يستجيبون جدا للرياضه، خصوصا رياضه المشي. طيب ايضا النارين دكتوره له فوائد ثانيه، منها يقولون حتى حق البشره، حق الشعر، حق بالضبط في وايد الياف، حتى العصير ماله النارين نفسها غنيه بالالياف، طعمه حلو بعد، هي طعمه لذيذ بعد، ما يحتاج اضافه سكر، من غير اضافه سكر الله يخليكم. صح. تشربين نارين كل يوم؟ لا والله كل يوم محمود ما اشربها، ولكن لما في المناطق الجميله لما نروح صوب الفجيره هناك الطبيعه نشرب نارين. والله دكتور انا يعني ساعات اشرب نارينتين في اليوم. نارينتين؟ اي والله العظيم. لا 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 لان يعوضني، انا مشروبات غازيه والعصائر هذه المعلبه كذا ما اشربها، ما احب اني اشربها، مو بعن شيء، لكن شو اسمه ما تحس طعم الفاكهه اصلا محمود والله. اي هني يقول جوز الهند الطازج مو بغالي، حوالي 6 دراهم في الجمعيه وسوق الخضراء. لا والله انا اخذه اغلى عنك، دبل السعر هذا. انزين المشكلة وين بوصل انا عاد السوق الخضراء؟ تعال الحين وصلني هناك. سيارته صغيرة ما فيها مكان. هاي روح البترول 6 دراهم بعد زيادة عليها. عموما حتى فحم النارين احسن فحم، ما بقول حتى للشيو. الله يهديك برنامج صحة وطرش اللي شو اسمه. المهم
عموما يطبخون على فحم النارين دكتورة. على فكرة تدرين شفت استخدامات النخلة عندنا نحن في 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 شبه الجزيرة العربية. نعم. نفس الاستخدامات هذه بتحصلونها في دول شرق آسيا تقريبا. منها يسوون فيه منها خيوط قوية مالت الشيرة هذه, حتى الغلاف اللي على النارين يسوون منها. غير بنغلاديش محمود شو يستخدمون هناك النارين, شجرة النارين في جوزلان؟ في سريلانكا كانوا يستخدمون فيها وايد اشياء, يعني وايد صناعات تدخل, صناعات تقليدية وايد في شسمه. نحن عندنا مثل السرود بعد, هم يسوون شغلة كذا نفس هذا من النارين. الخيط مال النارين وايد قوي لما يصفونه وكذا, يعني في لها استخدامات كثيرة. أدري بها دكتورة طباخة أحيد كانت تجيب حلويات روعة. زين بس بغيت أسألك دكتورة, حق طفل 5 شهور عادي أستخدم زيت الزيتون؟ طفل 5 شهور المفروض طفل 5 شهور تبتدين اصلا اكل المهروس, ما تدخلين زيت زيتون شويه فيه, دخلي بكميه بسيطه جدا 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 وتشوفي يعني كيف يستنسيق طعمه, يعطي طعم شويه زيت الزيتون في الاكل. طعم شو؟ يعني في طعم زيت زيتون يعني. بس ممكن اطفال الحين ما يتقبلونه, فلا تدمجينه بالاكل يعني. صغيرون يطعم دكتوره بعد؟ ليش ما يطعم؟ يطعم اكيد, يحسون بالطعم. انت جرب عطى عيش مهروس وعطى لحسه من الكيك, شوفي شو بيحب اكثر. العيش. العيش؟ هي. والله ممكن. إذا 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 مواطن يحب العيش. أوكي ممكن. ما يبغى الكيك. عموما نطلع فاصل مستمعينا, بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم, فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام, وحياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. سعد الله صباحك مره ثانيه اختي ندى الملة. صباح الورد. أذكركم برقم التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006, وموجودين لايف على نور دبي هيئة الصحة في دبي على الانستغرام. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل عن تأثير الجو الحين, الغبار والبرد على صحتنا وصحة عيالنا, فضروري جدا جدا عندهم حساسية يمتنعون يطلعون عيالهم في الهواء الطلق هاليومين. انزين ليش ضحكتي أول ما قدمت؟ عشان قلت أختي. أختي ليه؟ لا على بالي تكلم واحدة من المستمعات في الانستغرام. زين نحن كنا نتكلم بعد عن النارين. زين او جوز الهند. جوز الهند. زين كان في احد يقول عليكم بزيت بذر الكتان. هي احيانا سويت عنه شوية بحث بسيط لما قالوا لي عنه. فعلا زيت بذر الكتان يستخرج منه عنصر الاوميجا 3. الاوميجا 3 يعرفونه وايد, هالحبة الطويلة الشفافة اللي فيها زيت, نعطيه احيانا للناس اللي عندهم الكوليسترول الدهون الثلاثية العالية عشان يساعد في تخفيض, مو في تخفيض, هو يساعد الجسم انه هو يعني يتعامل مع الكوليسترول بشكل افضل, بس ما يخفض. اوكي ناخذ اسم الجناحي زميلتنا, بتكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وبتطلع المستمعين إن شاء الله على أهم ما يتم تداوله صباح اليوم على صفحات السوشيال ميديا من أخبار, تغريدات, تعليقات, معلومات. إذا حتى بعد أسمع عندك تعليق على موضوعنا نحن بعد ما عندنا مانع, تفضلي. صباحكم الله بالنور السور ونقول صباح الأحد اللي يحبك الأحد. ألو معاك اسمة هي بس مشغولة ياس تاخذ الكوفي وهذا. تفضلي. حاليا الاشياء اللي نحن كنا نتكلم عنها في قنوات التواصل الاجتماعي, اول شيء بتصير تغير الاجواء. نحن ننصح كل مرضى الربو ان يلتزمون باخذ الادوية حتى لو ما كان عندهم اي نوبات, التزامهم راح يخفف عليهم وايد. صحيح. من الأجواء كلها غبار ورمل وشي, فنتمنى أنهم يلتزمون بالأدوية. في بعضهم يأخذونها بس وقت الهيجان, لكن إحنا نتمنى أنهم في هالفترة يأخذونها يومياً. صحيح. على حسب الجدول اللي مخصص لهم. صحيح. غير هذا إن شاء الله بس راح نتكلم عن الإقلاع عن التدخين. كل اللي يبون يقلعون عن التدخين يبون يتواصلون مع أطبائنا, راح يكون إن شاء الله معنا الدكتور صلاح بكرة راح يتكلم عن الإقلاع عن التدخين والأشياء اللي يقدرون يسوونها
وعلى المركز نفسه مركز الإقلاع عن التدخين الموجود في هيئة الصحة بدبي. ممتاز. هذا بيكون باكر الساعة 11. ممتاز. غير هذا بقول لكم أيضا عن نصيحة لمرضى السكري. خصوصا في بعض مرضى السكري يقولون نحب ناكل الشوكولاتة الداكن. كيف بقول دار شوكولاتة. نحاول نترجم وإحنا نقول يا أسماء. الشوكولاتة الداكنة يأكلونها بنسبة كبيرة على أساس إن ما فيها سكر وايد، لا بعد فيها نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ونتمنى منهم إن يأخذون نسبة بسيطة. صح إنها مفيدة، لكن كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. صحيح صحيح يا أسماء. وأختمها برسالة صباحية تقول: تحدى فشلك وأعد المحاولة بخطة جديدة ومختلفة، كرر ذلك حتى تنجح. ممتاز، شكرا لك يا أسماء، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. نهارك سعيد. شكرا لك يا أسماء. إذن نذكر بأرقام التواصل معنا الدكتورة على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لابعا نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام. طيب في حد مطرش يقول أنا عندي جيوب أنفي ومتلعوس في الحر وبالبرد، من رد عليك؟ برد عليك إن شاء الله بعد الفاصلة. ولكن الحين عندنا موضوع نتكلم عن أهم المشروعات اللي أنجزتها هيئة الصحة في دبي وفي وقت قياسي خلال عام 2017، هو مشروع الملف الإلكتروني الشامل سلامة، اللي يعد الأكبر والأول من نوعه والأحدث في تكامله من خلال هذه التقنيات على مستوى الشرق الأوسط. أيضا يعني أضاف قيمة كبيرة لمنظومة الصحة في إمارة دبي، هو مو بس مشروع دكتورة يعني تقني لتنظيم ملفات المرضى، لا هو طفرة في خدمة المتعاملين وتحسين رحلتهم يعني من خلال النتائج، من خلال المتابعة، من خلال أيضا سرعة إنجاز المعاملات الطبية كذلك. نحن نتكلم عن هذا المشروع بشكل عام. بداية نرحب فيك أستاذ أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في صحة دبي عبر الهاتف معنا، وأيضا يليت تعطينا بس نبذة سريعة عن مشروع الملف الإلكتروني سلام، نذكر فيه المستمعين وليش هو أول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. السلام عليكم، صباح الخير. طبعا مشروع سلامة أعتقد حين كل الناس يعرفون عنه، لأن إحنا أطلقناه في 2015 رسميا لرعاية شيخ حمدان بن محمد المكتوم، وكانت الهدف من المشروع أنه تحقيق رؤية الشيخ محمد بالمؤسسات بلا ورقية. فحولنا جميع الملفات المرضى أو القواعد البيانات الخاصة للمرضى إلى نظام إلكتروني شامل متكامل مترابط مع أنظمة مع كل المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية. فللمريض ملف واحد متكامل يعني موجود، يعني ممكن وصول إليه من أي منشأة. إحنا أطلقنا المشروع طبعا على 3 مراحل. بدينا المرحلة الأولى أطلاقها كانت في فبراير 2017 في مستشفى راشد و5 عيادات، منها تخصصية ومنها الرعاية الصحية، وفي شهر 8 مستشفى دبي وباقي رعاية عيادة الرعاية الصحية، وفي شهر 11 مستشفى لطيفة وحدة وجميع العيادات الباقية. يعني كان إنجاز كبير، لأن إحنا يعني 4 مستشفيات وتقريبا 20 عيادة خلال 1.5 سنة، فهذا إنجاز كبير، فهذا يعني الأول من نوعه في المنطقة. أهمية المشروع أو إن يعني إنه نوع فريد، الترابط. يعني ممكن كثير من المستشفيات سووا النظام نفس النظام أو نظام شبيه، ولكن الترابط والتكامل هاي كان إحنا فريدين فيها. وأيضا تكامل مع 33 نظام، يعني نظام داخلي من أشعة وأنظمة الدور وأنظمة المختبرات، كما أن إحنا ربطنا مع جهات خارجية. يعني مثلاً أهم جهة إحنا ربطنا معها الإسعاف، وحالياً إحنا في طور إن نربط مع جهات ثانية، والحمد لله
يعني كان في تحديات ولكن تخطيناها بعمل جبار للقطاع الطبي والفني وبرعاية ودعم القيادة العليا. ممتاز. أختي أماني تعطينا بإيجاز أثر المشروع نتائجه وشو حققه على مستوى المنظومة الصحية في دبي؟ طبعا الشيء الأطباء حكوا فيها أكثر يعني إن يعني لغى انتظار الملفات يعني الملفات الورقية. يعني سابقا كان المريض لما ينتقل من مستشفى إلى مستشفى كان لازم يتيا يوم أو يومين ليه ما ينتقل الملف فيزيكلي يعني يدويا من مستشفى. فهذا وبعد الدكتور يشوف صورة متكاملة للمريض من شاشة واحدة يعني. فهاي كانت من أهم الإنجازات اللي شافوها. وإحنا بعد ما نسينا المرضى وأطلقنا بعد في شهر 8 وعززناه في شهر 11 نظام المايتشارت اللي هو بوابة المريض ومن خلاله ممكن يشوف فحوصاته مواعيده وغير ذلك. هذا النظام أنا شوية أبغى أوضحه للمتعاملين أختي أماني لأن نظام جميل جدا. كيف الواحد يسجل فيه، كيف الواحد يستفيد من الخدمات اللي فيه، لأن يعني اللي الخدمات اللي تقدم ضمن هذا النظام شيء رهيب. طبعا احنا لأن أهمية السرية قواعد البيانات الخاصة في المرضى ففي أول زيارة للمريض يطلب من الريجستريشن أو من التسجيل رقم أو رمز الدخول. لأن احنا ارتئينا أن لازم يكون التسليمة عن طريق نتأكد أول شيء أن هذا هو الشخص المخول وهو فعلا هو المريض. لأن إذا فتحناها بدون أي restriction أو بدون يعني تأكد من المريض كان هي ممكن يكون في خصوصية المرضى. فأنا أحفز جميع المرضى في أول زيارة لهم للعيادة لأي مرافق مرافق هيئة الصحة يطلبون تسجيل في نظام المايتشارت أو بوابة المريض. فهني على طول يطبعون لهم الرقم السري وممكن وفيها خطوات كيف التسجيل. وممكن بعد في النظام فيها خاصية إن ممكن يربط بملفات يعني ممكن الأب يربط ملفات العائلة في نفس البوابة. فهاي هي يعني الخاصية الموجودة. وإحنا في 2018 إن شاء الله بنشتغل أكثر على هذا الشيء من تسويقه وتعديله وأخذ آراء المتعاملين. فإحنا نشجع المتعاملين استخدامه ويتاشرون إذا عندهم أي شكوى أو أي اقتراح لتعديل النظام. أنا قلت نظام رهيب واحد طرشني رهيب والله رهيب. طيب أنت على النظام هذا أختي أماني كان المفروض أنه يعني يخرج للنور عام 2018. نحن الحمد لله في الهيئة بفضل الجهود وتعاون جميع الإدارات وأيضا الجهود المبذولة من إدارة تقنية المعلومات تم إنجازه العام الماضي. ليش كنتوا تشيع لعيلة أنكم أنتوا تنفذون هذا المشروع؟ وأيضا أنت ذكرتي يعني أشياء سريعة عن 2018 شو بسوا، لأن احنا نبغي نعرف شوي بعد أكثر مفاجآتكم. هو احنا ليش ارتئينا احنا؟ لأن طبعا احنا دبي تعرف احنا دائما رقم واحد واحنا عندنا خطط كثيرة وإنجازات لازم نخلصها قبل 2020. وتعتبر نظام سلامة هي البنية التحتية لنظام المستشفيات أو نظام الطبي في دبي. لأن بدون نظام سلامة بدون وجود ملف موحد إلكتروني متكامل للمريض ما نقدر نبني عليها أنظمة ثانية. فكان طبعا بدعم القيادة ومعالي حميد القطامي فاحنا وعدنا ان احنا بنعمل كل جهدنا ان ننجز قبل الوقت. والحمد لله كانت الجهود يعني اشتغلنا مثل ما نقول 24 ساعة وحتى كثير من موظفين الهيئة يعني اجلوا حتى اجازاتهم واجلوا كثير من الاشياء اللي كانت يعني خاصة او مشاريعهم الثانية وعملنا كلنا في تطبيق النظام. الحمد لله كان هذا من شيء جبتونا يعني ثلاث الفير تشغلونا نعم تجيبونا من ثلاث الفير يا ماني طبعا
عموما يعطيكم العافية. يعني دبي تستاهل يعني احنا مفروض جميعنا نحتاج جنود في هذا الوطن. صحيح. شكرا لك أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات، المعلومات القيمة عن مشروع سلامة، ومترين إن شاء الله مفاجآتكم والتطوير في نظام سلامة إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك ونهاركم سعيد. نزحنا وصلنا للفاصل، رح نطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا موضوع مهم فلا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام. قبل الفاصل دكتورة أنا وقفتك عند رسالة كان يقول أنا عندي جيوب أنفية ومتلعوز في الحر وفي البرد. جيوب الانفيه مشكلتها تتكرر مع في الحر. احنا مش نسوي عمليه؟ لا ليش يسوي عمليه محمود؟ مو كل حاله تتاثر عند الجيوب الانفيه يحتاج عمليه. بس هذا اللي عنده 5-7 مرات في السنه اذا كان يحتاج مضاد حيوي ترى حتى مع بعد العمليه ممكن ترجع على الجيوب الانفيه. أوكي. يعني ممكن ترجع، بس اهم شيء بالجيوب الانفيه نفس الربو لازم تتفادون الاسباب. اهم شيء في الصيف طبعا عندنا الربو، عندنا اسف الغبار صيفا، وهواء المكيف، وشتاء الهواء البارد، فنحمي عمرنا من هالشيئين ان شاء الله تخف النوبات. طيب يقول السلام عليكم، شركات التامين لا تدفع لكثير من المكملات الغذائيه وهي في بعض الاوقات تعتبر العلاج الامثل لبعض الحالات مثل بروبايوتيك لكثير من مشاكل المعده وبعض المكملات لمشاكل الركب الى اخره، فالرجاء النظر في الموضوع. طيب المكملات الغذائيه دكتوره هل هي ادويه يجب ان يتم صرفها يعني، ولا هي المشكلة محمود ان المكملات الغذائية نفس الاوميجا 3 لان شركة التأمين معنية بدفع العلاج، بدفع العلاج والعلاج من ضمن اصلا الادوية كذلك الادوية، ولكن المكملات الغذائية شركات الادوية لا تعتمدها ان هي اساس العلاج، لان في ادوية مثلا مشاكل الركب، في ادوية في جراحة، في ادوية المكملات الغذائية تساعد في العلاج، فتوقع هذه مشكلتها مع المكملات الغذائية. طيب نحن في كل الاحوال لو تسمحين نجات بس تاخذين هذا المسج وتحطي لنا اياه ان شاء الله ضمن المسجات على اساس انه يتواصلون مع ويقدمون هذا الاقتراح للمعنيين في التمويل الصحي هم الأقدر. هل الآلام الرأس الدائم تكون بسبب الجيوب الأنفية دكتورة؟ مو شرط، ممكن يكون عندك صداع، صداع نصفي. ألم الرأس مصطلح عام الناس توصف فيه كثير من الأعراض، كثير من الأمراض يقولك رأسي يعورني، فلازم تعطينا تاريخ كامل متى. صح. شو السبب، شو المحفز، هل يوعيك من النوم، هل وقت النوم، فوايد من الأشياء. زهني في سؤال عن قص المعدة شو سلبياتها؟ والله هذا مفروض خبير طبيب الجراحة يتكلم بالضبط. فيه بالضبط. وايضا ايضا حتى الايجابيات والسلبيات يعني اللي هذا. أكيد. بس المشكله صايره هذه العمليه مثل عمليه تجميل دكتوره، ما اي ما بدنا هو هي حاجه فعليه ان الواحد ممكن ياخذها. عموما منتقل لموضوعنا اللي معانا يعني ضيوف الاستوديو نرحب فيهم. في البدايه معانا الاخت امل المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء وقائد مبادرة تطوير نظام مؤشرات الأداء في القطاع الصحي على مستوى إمارة دبي. صبحت الله بالخير أختي. صبحك الله بالنور والعافية. وأيضا معنا في الاستوديو كذلك الأستاذ أحمد حمدان ضابط جودة طبية رئيسي. صبحك الله بالخير أخوي أحمد. الله يسعد صباحك. عاد حد شرق حد غرب حاطينه ونحن في الاستوديو، لكن عموما منحاول نبتدي معاكم ب نغطي المواضيع الرئيسيه. عاد اسمحي لي اختي امل، دائما يقولون ليدز فيرس، بس انا ببتدي مع اخوي احمد حمدان بخصوص موضوع مبادره وياك. هذه مبادره جميله جدا تم طرحها ولها اهداف جميله، نبغي اخوي احمد بس تعطينا فكره عن المبادره واهدافها وشو اللي تحاولون تطرحونه من خلال هذه المبادره. السلام عليكم. طبعا قامت اداره التنظيم الصحي باطلاق مبادره وياك والتي تسعى على تحقيق افضل الممارسات الصحيه وصولا الى اعلى مستويات الجوده للخدمات المقدمه بما يضمن جوده الخدمات الصحيه وسلامه المرضى. وتاكيد على رغبه هيئه الصحه في دبي على تقديم
بالتعاون مع المستمر مع المنشآت الصحية، تم إطلاق مبادرة وياك والتي قامت من خلالها الهيئة بتنظيم زيارات تطويرية للمنشآت الصحية تهدف إلى نشر الوعي بمبادئ الجودة والتوجيه والتوعية المستمرة بمعايير الجودة واللوائح والتشريعات للعمل الصحي بدبي، حيث استهدفت المبادرة 842 منشأة من فئة العيادات الخارجية وتشمل عيادات متعددة التخصصات وعيادات الطب العام والعيادات التخصصية وعيادات طب الأسنان العام، حيث كانت تشكل هذه النسبة ما نسبته 58% من المخالفات بالنسبة للقطاع الصحي الخاص. ممتاز أخوي أحمد، البعض ينظر الدور الهيئة في هالمبادرة أنه مجرد دور رقابي، شو رأيك في الكلام؟ طبعا أكيد هذا الحكي أنه كان يعني عكس اللي هي الفيجن تبعت الهيئة الصحة في دبي. إحنا هون كانت المبادرة هي عبارة عن عمل مشترك بيننا وبين القطاع الخاص برفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين والحفاظ على صحة وسلامة المرضى من خلال زيادة وعي وفهم القطاع الصحي الخاص بدبي للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية المتعلقة بممارسة المهنة، حيث يقوم الفريق بتزويد كل منشأة على خطة تطويرية خاصة وليتم من خلالها رصد الملاحظات والتوصيات لتطوير خدمات الصحية بما يرتقي لأعلى المستويات العالمية لصحة الفرد والمجتمع. جميل. طيب هذه جزء من الإيجابيات الخاصة بهذه المبادرة. نحن نبغى نتكلم لأن المبادرة هي قائمة على التعاون ما بين الهيئة والقطاع الخاص، فكيف هذه المبادرة تعزز هذا التعاون ما بين وهذه العلاقة ما بين الاثنين؟ هلا طبعا كان هون بداية تشكيل المبادرة كانت بتشكيل فريق متكامل ذوي كفاءة وخبرة عالية، حيث قام بتحديث قائمة التحقق الخاصة بالزيارات الميدانية للفئات المستهدفة وفقا للمعايير المنظمة والقوانين والتشريعات المعتمدة وأفضل الممارسات الصحية، ومن ثم قام الفريق باختيار عينة وعقد زيارات تجريبية للفئات المستهدفة وأخذ التغذية الراجعة لتطوير قائمة التحقق وآلية التنفيذ. طبعا تم عقد برامج تدريبية مكثفة لأعضاء الفريق والمشاركين بالزيارات الميدانية، وتم عقد 4 ورشات تدريبية وتثقيفية المعايير والمتطلبات للعيادات الخارجية بقاعة اجتماعات مكتبة راشد الطبية، والرد على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المنشآت المستهدفة، ومن ثم تم عرض قائمة التحقق وآلية العمل على موقع الهيئة للتقييم الذاتي للمنشأة. ومن هنا بدأت رحلتنا من الزيارات التطويرية، يعني هي عبارة عن برنامج تطويري بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الخدمات، جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. على طاري التطوير ومؤشرات الأداء، نحن متوجه الحين للأستاذة أمل المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء وقائد مبادرة تطوير نظام مؤشرات الأداء في القطاع الصحي على مستوى إمارة دبي. أنا أبغي أعرف أول شيء هذا هاي المبادرة شو هي بالضبط أختي أمل، وعطينا أيضا يعني أبرز الأمور اللي أنتوا تحاولون تقيسونها وأيضا تحاولون توصلوا لها من خلال هذه المبادرة. بداية طبعا نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. بخصوص المبادرة، طبعا ضمن إطار خطة دبي الاستراتيجية 2021 والتي تهدف إلى النهوض بمجال الخدمات في شتى القطاعات والارتقاء بالإمارة ووضعها في مصاف المدن العالمية الكبرى، وتحقيقا طبعا لهذه الرؤية حرصت الهيئة على المضي قدما وتنفيذها ووضعها ضمن الخطة الاستراتيجية، وتحت طبعا برنامج له التميز والجودة. وستطلق هذه المبادرة بإذن الله اللي هي تطوير نظام قياس مؤشرات الأداء القطاع الصحي على مستوى إمارة دبي. طبعا هاي المبادرة تهدف على تحفيز المنشآت على تقديم أعلى مستويات العناية الصحية وتعزيز طبعا تجربة المرضى من خلال اللي هو تطوير نظام شامل لجمع وتحليل ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالمنشآت الصحية لضمان ممارساتها الصحيحة وتحفيزها عشان لتطوير أدائها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ممتاز. أختي أمل، تعطينا المحاور تستند عليها المبادرة هذه. بإذن الله ستتضمن هاي المبادرة 5 محاور رئيسية، اللي هي سلامة المرضى، اللي هي مؤشرات أداء خاصة بسلامة المرضى، الجودة السريرية،
بسعادة المريض والتي تشمل وقت الانتظار هاي احدى المؤشرات اللي يعانون منها حاليا. المؤشر الرابع له بيكون كفاءة وجودة الأداء والمؤشرات التشغيلية. طبعا بناء على هذه البيانات وتقديم قياس هذه المؤشرات لدى سيتم تصنيف المنشآت الصحية على أساسها تصنيف هذه المنشآت. ممتاز. مراحل تطبيق هذه المبادرة كيف بتكون؟ بإذن الله المبادرة هاي بتكون من 9 شهور بخمسة مراحل. بنبتدي أول شيء بدراسة الوضع الحالي ونسوي المقارنة المعيارية والعالمية، وبعدين رح نضع المنهجية وأدوات القياس، وبعدين رح يتطور النظام الإلكتروني اللي هو لقياس الأداء الشامل، وإن شاء الله رح نوصل لمرحلة التنفيذ ودراسة اللي هو التجربة للمنشآت، ومن ثم بنطلق إن شاء الله هذه المحاور أول بأول. يعني من خلال يعني عملكم شو أبرز الأشياء اللي مركزين عليها من خلال هذه المبادرة اللي حابين بالفعل أن يكون هنالك تعاون ما بين جميع الجهات المعنية في تطوير يعني النظام الصحي في إمارة دبي؟ شو اللي تبون تركزون عليه أختي أمل؟ أخوي محمود، هدفنا التميز ثم التميز ثم التميز. فالتميز اللي هو في عملية تقديم الخدمات اللي هي الصحية واللي يحسن من تجربة المريض ومستوى سعادته. نحن اللي يهمنا رضاه وثقته وسعادته، فهاي إحدى طبعا المخرجات اللي مثل ما نقول اللي راح تستند عليها المبادرة. وطبعا اللي هو قياس جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى راح يقوم على أساسها المريض بناء على هذه التصنيف وجمع المؤشرات له الحرية أن يختار. راح يكون كل شيء اللي بتكون فيه شفافية وبيكون له الحرية في اختيار المنشأة اللي بتعالج فيها. وطبعا بيكون هناك في النهاية له تصنيف هذه المنشآت الصحية حسب المؤشرات والكفاءة ومخرجات الأداء. جميل. هذه النقاط اللي تفضلت فيها أختي أمل هي أيضا مرتبطة كذلك بنظام وياك. تعرفين أن عملية تطوير القطاع الصحي دكتورة يجب أن تتكاتف في جميع المخرجات وجميع ذوي العلاقة في القطاع الصحي، سواء كانوا المستشفيات، سواء كانوا مزودي الخدمات، سواء كانوا العاملين في هذا القطاع، أيضا اللي يتعاملون مع هذا القطاع اللي هم يعني ما في حد ما يتعامل مع القطاع الصحي، فهو قطاع حيوي كبير. فالجميل أن الخطة الموضوع كانت يعني في السابق حسب توجهات حكومة دبي وحسب توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن يكون القطاع الصحي دكتورة 70-30. شو يعني 70-30؟ يعني 70% من مقدمي الخدمات الصحية هم القطاع الخاص، و 30% القطاع الحكومي. ليش هذا الشيء دكتورة؟ ليش هذا الشيء محمود؟ أنت حين الدكتورة وفي القطاع الصحي قبلي بعد، لازم تعرفين. أنا قبل في القطاع، أنت عطني، لا تأخذ رأي كادر طبي، أنت رأيك أنت إنك أنت مو كادر طبي، شو رأيك؟ لأن عملية الاستثمار وتطوير القطاع الصحي يعني القطاع الخاص يجب أن يعني يلتزم دائما بآخر المخرجات اللي تدخل في هذا القطاع من تقنيات، من تكنولوجيا، من ومن ومن. نحن متعودين في إمارة دبي دائما عندنا طبعا الحكومة تنافس في خدمات القطاع الخاص، وهذا عكس البلدان الثانية بالضبط. احنا بالقطاع الصحي يشبه الفنادق، يكون عليه نجوم نفس وهذا اللي صاير الفنادق. بالضبط. نعم، هذا اللي راح يصير ان شاء الله. بدينا بهاي المرحلة ان شاء الله. هاي المبادرة بتفتح لنا آفاق وسيتم على أساسها تصنيف المنشآت. هني في تقول الصراحة أنا دوم أروح عيادات خاصة، بس مرة دخلنا عيادة ند الحمر وايد حبيت التصميم، بس ينقص المكان الكثير من الزرع في الممرات والأقسام علشان يفتح نفس المريض شوي، وبعض اللوحات على الجدران غرف الأطباء.
اللوحات ما اقدر احطها في غرف الاطباء عشان الانفكشن كنترول او العدوى. بس في يعني المباني هي مباني صديقه للبيئه. صحيح. قولي امل في عندك شيء تبغين تضيفينه؟ لا بس هناك في معايير تنظيميه بخصوص القطاع الصحي اللي يعني لا ان نخطر المجتمع به. فيعني في خبرينا عنها إذا تذكرين شيء منها. طبعا هناك في معايير خاصة بالنسبة للمنشآت اللي يخص المبنى ففي واللي يخص تضييع الزراعة تضييع اللوحات تفتشون عليها انتو هني صح اخوي أحمد. محمدان نعم احنا في عندنا طبعا عندنا لوائح خاصة بكل المنشآت الصحية تتكون من اللي هي خلينا نحكي الهوسبيتال ديزاين تتكون من الهوسبيتال ستاندر او اللي هي كيفية تقديم الرعاية الصحية وكيفية جودتها وأيضا اتباعها لكل والخدمات يتم من خلالها تقييم المنشأة واللي هو احنا من خلال برنامج وياك تم تعريف المنشآت الصحية بهذه اللوائح وتم تقييم المنشآت الصحية بناء على هذه اللوائح. أخوي أحمد أنا أبغي شغل وايد مهمة وايد تردنا استفسارات عليها دكتورة. إذا كان هنالك تجاوز من أحد العيادات الخاصة أو المستشفيات كيف ممكن يعني يتصرف العميل؟ وين يروح؟ عند منو يشتكي؟ شو اللي يسوي؟ وشو نوع ممكن حتى محمود شو نوع التجاوز المفروض يبلغ عليه ما يكون يعني؟ أنا عندي شكوى على دكتورة ندى. زين وين أسير؟ لا احنا في عنا لدل الدرب احمد. لا لا يعني بشكل عام اتكلم بالنسبه للشكاوى الطبيه. اذا شكاوى طبيه فهو في عنا بورتر خاص موجود على الاونلاين بيقدر اي واحد من خلينا نحكي من المجتمع يوصل لهذا البورتر يقدم شكوته الطبيه وهي الشكوى طبعا يتم مراجعتها في اداره التنظيم الصحي وبناء على المخرجات يتم التواصل مع مقدم الشكوى. ممتاز. عندكم ارقام تواصل موقع او رابط هو على موقع موقع الهيئة ممكن يشتكون هذا لكن في ارقام تواصل اذا حد يبغي معلومات اكثر في رقم التواصل اللي هو 800 DHA 800-342 800-342. طيب هني شو ابرز الامور اللي اتيكم دائما عليها شكاوى وايضا ابرز الامور اللي تحاولون تعالجونها من خلال هذه الشكاوى اللي تردكم؟ هلا هي الشكاوى بشكل عام هي شكاوى لها علاقة خاصة بعلاج المريض داخل المنشآت الصحية. ليست كل الشكاوى هي شكاوى طبية خالصة، في منها شكاوى طبية خاصة بإدارة المستشفيات واللي هي إدارة هيئة الصحة يتم إرجاع هذه الشكاوى إلى المقدمين الرعاية الصحية للتواصل مع المريض وحل الشكوى. بالنسبة للشكاوى الطبية اللي هي شكاوى خاصة بالعلاج يتم مراجعتها في إدارة التنظيم الصحي وبناء على مراجعتها يتم التواصل مع المريض وإصدار قرار بشأن هذه المخالفة. أنا أبغي هني دكتورة بس أبغي أركز على موضوع أخوي أحمد أن اللجنة هي لجنة محايدة دائما اللي تشكل في عملية النظر في الشكاوى الطبية. أكيد اللجنة هي لجنة محايدة مكونة من القطاع الصحي تعتمد على الشفافية في قراراتها. يكون في مجموعة من الأطباء أنا على حسب المعلومات اللي عندي صحح لي إذا أنا غلطان أخوي أحمد أن يتم استضافة المتخصصين في 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 هذا في هذا التخصص اللي وردت إليه الشكوى بخصوصه. زين من أطباء في وزارة الصحة قد يكونون أطباء في مختلف إمارات الدولة زين في سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص يتم تشكيل لجنة للاطلاع على الشكوى الطبية وإصدار القرار فيها اللي يتم يعني من خلاله تزويد النيابة والمحكمة بهذا القرار. صح هذا الكلام؟ صح. إذن عموما نحن يعني نتوجه بالشكر لكم على جهودكم الكبيرة التي تقوموا فيها. أختي أمل المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء وقائد مبادرة تطوير نظام مؤشرات الأداء على مستوى إمارة دبي والشكر كذلك للأخ أحمد حمدان ضابط جودة طبية رئيسي. شاكرين لكم جهودكم يعطيكم ألف عافية. شكرا. مشكوري ما قصرت وأيضا كل الشكر حق نجاة السويدي مشكورة ما قصرت اليوم وشكرا لك عيسى سبيل وشكرا دكتورة ندى الملة. شكرا. شوفك باكر ان شاء الله ولا ما نشوفك ان شاء الله بعد انت تاخذين اجازات ما ادري من وين تطلعينهم.
انا اخذ اجازات. لا 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 حشا لا تخافونا بالعكس. زين عموما وصلنا لختام الحلقه اليوم، يعطيكم العافيه، مشكورين على المتابعه، كان التفاعل جميل جدا. انا بس اتمنى من المستمعين لا تتصلون على اخر البرنامج لان ما حد بيرد عليكم، باجي دقيقتين ثلاث دقائق وتينا الاتصالات، لا نحن نبغي الاتصالات مع بدايه البرنامج على اساس نقدر ناخذ ونعطي معاكم اكثر. عموما نشوفكم باكر ان شاء الله حتى ذلك الوقت، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.